يستقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالعاصمة السعودية الرياض يوم الخميس سعادة ريتشارد أوبهيم سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ومساعده. واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في المحافظات المحررة وجهود مجلس القيادة الرئاسي لاستتباب الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار فيها وجهود الحكومة لإنعاش الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات. وجرى خلال اللقاء مناقشة مساعي الأمم المتحدة والمجتمعين الإقليمي والدولي لتمديد الهدنة الأممية. وأكد اللواء الزبيدي أن الحديث عن تمديد الهدنة في ظل غطرسة وتعنت الميليشيات الحوثية وتنصلها عن الالتزام بتعهداتها سيظل مجردا حبرا على ورق، داعيا المجتمع الدولي إلى تبني موقف جاد يجبر الميليشيات على تنفيذ كامل التزاماتها المتعلقة بالهدنة دون تلكؤ أو مواربة.